الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الماسلز اوف ذا لور لمب. هنتكلم تحديدا عن الفاستس ميدياليس ماسل. الفاستس ميدياليس ماسل زي ما احنا شايفين تعتبر العضله الميديال من عضلات الكوادريسبس فيموريس. ادي الكوادريسبس فيموريس طبعا عباره عن 4 عضلات. هناخد الايه الفاستس ميدياليس طبعا بعد ما احنا يعتبر اخذنا بالفعل الايه العضلتين بالفعل اللي هما الريكتس فيموريس ماسل. خدنا احنا الريكتس فيموريس ماسل واخدنا الفاستس لاتراليس ماسل في الفيديوهات اللي فاتت. جه الدور ان احنا ناخد بقى الفاستس ميدياليس ايه ماسل. برضو الفاستس ميدياليس ماسل لو احنا هنلاحظ برضو بتبقى طالعه من اللاين المعروف باسم الانتر تروكانتريك لاين. زي ما اتفقنا مع بعض انا عندي هنا في حاجه اسمها في الفيمر الجريتر تروكانتر، وعندي واحد تاني صغير اسمه الليسر تروكانتر، وعندي هنا في لاين في النص يسمى الانتر تروكانتريك لاين. لكن الفكره ان الفاستس ميدياليس ماسل بتاخد الجزء السفلي او اللور بارت من الانتر تروكانتريك لاين، على عكس الفاستس لاتراليس ماسل اللي هي دي كانت بتاخد الجزء العلوي من الانتر تروكانتريك لاين. طيب وبعدين بتبدا الفاستس ميدياليس ماسل تشق برضو طريقها من الميديال، من منطقه الميديال ديت، وتبدا ان هي تلف ورا وتلف على عظمه الفيمر من ورا. نفس فكره برضو الفاستس لاتراليس ماسل اللي هي كانت موجوده لاترال وقدام، وبعدين قامت جايه لفه ايه لفه ورا. عشان كده نبدا ان احنا نجيب برضو الفيمر بون من قدام ومن ورا، ونشرح الحركه او الاوريجن بتاع الفاستس ميدياليس ماسل بالظبط زي ما شرحنا الحركه بتاعه الفاستس لاتراليس ماسل. زي ما اتفقنا مع بعض ادي المنظر بتاع الهيب بون، وادي المنظر بتاع الفيمر، وطبعا ده يعتبر هو الانتيرو فيو او المشهد اللي الامامي. هنجد ادي الليسر تروكانتر، وادي الجريتا تروكانتر، وادي الانتر تروكانتريك لاين. طبعا هنجد ان الفاستس ميدياليس ماسل بتبقى ناحيه الميديال، يعني بتبقى ناحيه الهيب بون، بينما الفاستس لاتراليس ماسل بتبقى ناحيه بره. وبالتالي لما جينا قلنا قسمنا الانتر تروكانتريك لاين ده لحتتين، الحته اللي هي اللور من الانتر تروكانتريك لاين ونازل كده ده يعتبر خاص ب الفاستس ميدياليس ماسل اللي هي بتبقى ناحيه الايه ميديال. بينما لو جيت قلت لك ايه، انا هاخد الجزء العلوي من الانتر تروكانتريك لاين مع الروت اوف ذا جريتر تروكانتر، يبقى انا كده بتكلم على الفاستس لاتراليس ماسل اوريجين. خلاص كده. طيب تعال بقى نركز كده على الفاستس ميدياليس ماسل. الفاستس ميدياليس ماسل زي ما احنا شايفين هتبدا ان هي اللي بتنزل بالشكل ده من عند الايه الانتر تروكانتريك لاين، وتبدا تروح كده وناحيه الميديال وتلف عشان تظهر لك من ورا. يبقى انا لما اجي ابص كده على البوستيرو فيو، ادي طبعا الهيب بون، وادي الايه البوستيرو فيو. دلوقتي انا عندي عضله، هذه العضله موجوده عند الجزء السفلي من اللور تروكانتر، وبتبدا ان هي تظهر هنا اهو. خلاص يبقى ده الانتيرو فيو او ماشي الامامي. لما تيجي بقى تظهر على البوستيرو فيو هتظهر هنا، يعني ده الليسر تروكانتر اهو، هتظهر تحت الايه الليسر تروكانتر في الايه في الحته دي، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه ده المكان بتاع ظهور الايه الفاستس ميدياليس ايه ماسل، على عكس الفاستس لاتراليس ايه الفاستس لاتراليس ماسل كانت واخد بالك بتظهر هنا، بتظهر عند الايه الجريتا تيوبروستي، الروت اوف ذا جريتا تيوبروستي، وبعدين تظهر على الجلوتيال تيوبروستي. وبالتالي انا عايزك تميز ما بين برضو شويه مفاهيم كده. يبقى اذا لما اجي ورا على الفيمر من ورا هنجد في حاجه اسمها الجريتا تروكانتر، تحديدا الروت بتاع الجريتا تروكانتر، وحاجه اسمها الجلوتيال تيوبروستي، ودوما بيبقوا الاثنين دوما موجودين ناحيه اللاترال، والاثنين دول بتمسك فيهم الفاستس لاتراليس ايه الفاستس لاتراليس ايه ماسل اللي هم الحتتين دول. خلاص كده. فتجد ان الفاستس لاتراليس ماسل بتمسك هنا كده بالظبط. طيب كلام جميل. يبقى ده الايه الفاستس لاتراليس، بينما الفاستس ميدياليس ماسل بتبدا ان هي تظهر على الميديال، تعدي الاول على اللور بارت او الجزء السفلي من التروكانتريك لاين، وبعدين تنزل تحت لسا تروكانتر، ما تمسكش في لسا تروكانتر، تنزل تحتيه بس، تمشي تحتيه، وتظهر هنا من ورا برضه ناحيه الميديال بس من ورا تحت لسا تروكانتر، وبعدين تمسك في لاين جديد هنا يسمى البكتينيال لاين. ممكن تلاقي كتابك كاتب السبايرال لاين، يعني سواء كان اسمه البكتينيال لاين او السبايرال لاين. يبقى اذا لسا تروكانتر بتاخد الجزء السفلي من الانتر تروكانتريك لاين، وبتنزل تحت لسا تروكانتر، ما تمسكش في لسا تروكانتر، تنزل تحت لسا تروكانتر عشان تظهر ورا، فتبدا تظهر هنا ادي المشهد من ورا، تظهر تحت لسا تروكانتر وتمسك في البكتينيال لاين. ونركز مع بعض كده تاني، ده جزء يعتبر الايه الميديال، يبقى منطقي يبقى هنا الايه الفاستس ميدياليس ايه لك ماسل، بينما ده يعتبر الجزء الايه اللاترال، يبقى ده الايه الفاستس لاتراليس ماسل، بتمسك من الروت اوف ذا جريتا تروكانتر وتنزل على الجلوتيال ايه تيوبروستي. هل الامر بيتوقف
عند هذا الحد لا طبعا، بتبدا الفاسس ميديالس ماسل بعد ما تمسك في البكتينيال لاين بتنزل تنزل تمسك في اللينيا اسبرا تحديدا في الميديال ليب. يبقى كده انا عندي اللينيا اسبرا بيمسك فيها في الميديال ليب الفاسس ميديالس ماسل، وفي اللاترال ليب بتمسك الايه الفاستس لاتراليس ماسل. ونكمل كمان مع بعض عن الاوريجين اوف ذا فاستس ميديالس.